رح نحكي عن موضوع جديد اليوم بعالم طب الأسنان. رح نحكي عن طب الأسنان الرقمي يلي عم يشير إلى استخدام التقنيات المدمجة مع مكونات رقمية يتحكم بها الحاسوب بشكل كامل بهدف تنفيذ الإجراءات السنية. أكيد نيرمين، يعني وهي التقنية حققت نجاحات كتير كبيرة في العلاجات الإجرائية والتجميلية وجودة النتائج، وأثبت طب الأسنان الرقمي نتائج مذهلة مرتبطة بمستويات الأمان وتقليل خطر حدوث أي مضاعفات. اليوم مشاهدينا رح نحكي عن التحول الرقمي في طب الأسنان مع الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلين دكتور. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. وانت كل عام وانتم بخير سوريا ان شاء الله. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. احنا عم نحكي عن موضوع انه ببدايه حديثنا جديد، الطب الرقمي بعالم الاسنان، شو بنقصد فيه؟ هو بدنا نحكي على التحول الرقمي في طب الاسنان كممارسه حقيقه. شو بنقصد فيه؟ نحن بنعرف انه نحن كلياتنا تعرضنا لمعالجات بطب الاسنان، طبيب الاسنان بيستخدم مواد وتقنيات بمهارات يدوية بنسميها، منا الطبعات، المواد الحشي الأسنان، منا التيجان والجسور. فإذا الموضوع بالشكل التقليدي اللي نحن بنعرفه هلا صار متوجه في طب الأسنان عالميا لأنه يكون بشكل رقمي، يروح على الديجيتال، على موضوع 3D. شو هالكلام هذا؟ يعني أنه يروح يستخدم تقنيات الكمبيوتر بعملية المعالجة والتصنيع والتشخيص. إذا الموضوع الرقمي هو أنه نستخدم الكمبيوتر بأدواته والتقنيات المتعلقة فيه كتطبيقات في مجال طب الأسنان. والسؤال، هل نستغني عن المواد المستخدمة؟ بالطبع هذه الطريقة تغنينا عن المواد المستخدمة، بمعنى أنه أنا بدي أعمل تعويض لمريض سواء متحرك أو ثابت كتيجان وجسور. فالشيء اللي انا بساويه بالشيء التقليدي انه باخذ طبعات بمواد مصنعه، بشتريها من المستودع مصنعه، وهي يعني بتشكل لي طرق تقليديه. يلي صار هلا انه بالتحول الرقمي انا باخذ بالكاميرا صوره لفم المريض، وبالتالي تتحول هالصوره بجهاز الكمبيوتر اللي عندي اياه بالعياده ضمن طبعا برامج خاصة، تتحول لصورة موجودة عندي موثقة 3D تحوي كل المعالم التشريحية التفصيلية الموجودة بالفم، من ثم ترسل عبر الإيميل إلى المخبري، والمخبري يستقبل الصورة 3D وبيعالجها عنده، بيبني الجسر أو بيبني الجهاز المتحرك بالكمبيوتر فيرشوال، وبالتالي بحولها للطابعة ثلاثية الأبعاد أو للكات كام. وبالتالي يعني نحن أمام تقنيات عالية المستوى وإلى فوائدها الكبيرة. أنا عم بحكي على نقطة بطب الأسنان، لكن هو بكل مجالات طب الأسنان دخل التحول الرقمي، لكن هي ممكن تكون أقرب لنا كتصور كمشاهدين ما معنى التحول الرقمي. إذا الموضوع نحن تحولنا من شيء في تعب بالعيادة بالنسبة للمريض، في وقت يستهلك بشكل كتير كبير، في مهارات يجب أن يتدرب عليها طبيب بشكل منيح. هذا الشيء اللي أطبائنا بيجيدوه وطلاب طب الأسنان بيجيدوه بشكل كتير كبير. وبالتالي الموضوع نحن بنطلع بتقنية جديدة، إنه نحن ما عاد في عنا هالوقت الكبير، معنا هالجهد الكبير، معنا التعب الكبير، معنا المشاكل بالعيادة اللي بتصير من جراء المواد. شو المشاكل؟ مثلا نحن بالطبعات اللي بناخدها بيكون في كتير من القصص اللي بنحاول انه نتجنبها مع المريض، هي حس الاقياء، الشعور الغليظ اللي نحن بنحط بتم المريض كمية كبيرة من المادة الطابعة وبنتحايل لحتى يكون مرتاح المريض. هذا الموضوع حولنا لصورة جميلة، ونحن متعودنا هلا يعني مرضانا ومجتمعنا والمجتمعات كلها تحولت لموضوع الصورة. فوقت اللي بتاخذ صورة بتكون مرتاح نفسيا وقت قصير. هلا بدنا نحكي انه التحول الرقمي بحقق جودي اعلى، انا بدي اقول ايه طبعا بحقق جودي اعلى، بس نحن ما عم نحكي انه الطرق اللي عم نستخدمها هي ما فيها جودي، لكن درجات الجودي
خفت ترتفع بشكل كتير كبير بالتحول الرقبي. خليني أقول أنا لنبسط الفكرة بشكل منيح للأخوة المشاهدين كالتالي. أنا وقت اللي بعمل أي عمل أي قياس بيحتوي على ارتياب. شو الارتياب؟ هو خطأ بسيط بالقياس. يعني دائما إحنا في عنا زائد ناقص، ما بيكون 100% القياس. يعني بأي قياس بيحتوي الخطأ البشري، بيحتوي الأدوات يلي نحن عم نقيس فيها، مثلا مسطرة أنا عم قيس خط، فدقة هالمسطرة هاي، دقة الشخص اللي عم بيشوف أو عم بيشاهد، رؤيته الجيدة، الزاوية اللي عم ياخد منها، هي كلها تلعب دور أنه تحقق لي دقة كبيرة. لكن مهما كانت هالدقة في ارتياب، في خطأ بسيط جدا 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 نحن بنعرفه. طلاب العلم اللي بيعرفوا أنه في عندهم دائما بالفيزياء شيء الزائد والناقص بالقياس، ما بيكون واحد زائد واحد يساوي اثنين بالمطلق، زائد وناقص. هالارتياب البسيط هذا موجود بكل خطوة عم نخطيها بالمعالجة بطب الأسنان. ونحن بالمعالجاتنا بطب الأسنان ما عندنا خطوة واحدة، لأن عدة خطوات، وبالتالي في مجموعة من الارتيابات بالكمبيوتر. هالارتيابات هي هالأخطاء البسيطة جدا بيصير شبه معدوبة، وبالتالي بمعنى أنه نحن عم نحقق نتائج عالية المستوى بدقة متناهية. هلأ الموضوع بيتعلق طبعاً، أنا بشان نكون يعني بدقة وبعلمية، بيتعلق بالبرامج الكمبيوتر المستخدمة وجودتها، بيتعلق بالأشخاص ورؤيتهم وفهمهم لهالبرامج هاي وطريقة استخدامهم، تعطينا نتائج مهمة بموضوع أنه التحول الرقمي يعطي الصورة الأفضل بجودة. وبالتالي هذا الموضوع نحن بنحرص انه نكون كمجتمع طب اسنان، سواء طلاب او اطباء او المشاركين معنا هن المخبريين، نكون اسره متفاهمه لهذا الموضوع بشكل عميق. تمام دكتور، يعني مثل ما ذكرت حضرتك انه هذا المفهوم يعني مستجديد على الناس، ما كثير بيعرفوا فيه بفوائده، خلينا نحكي اكثر عن المعالجات والاستخدامات اللي بتتم عبر التحول الرقمي. هلا نحن بالعيادات، في ما كل العيادات بتحتوي على التحول الرقمي، بلشت بعض العيادات بسوريا تخطو هالخطوات هي وتحتوي على. طبعا الموضوع انا بدي اقول كبير كثير، بس بدي اقول انه بعض العيادات بدت خطوات يعني فينا نقول جريئة لكن خجولة بنفس الوقت، لانه الموضوع متكامل. الموضوع يعني أنا ما بكفي يكون عندي كاميرا 3D، لا بدي يكون في عندي بنفس الوقت مخبري عنده الأجهزة المخبرية لحتى أقدر أحقق. لكن تبقى الموضوع في عدة نواحي، يعني أنا بستخدمها بالتحول الرقمي اللي هي الأرشفة والتشخيص. يعني الموضوع بالنسبة لي بالتحول الرقمي بصير في عندي صورة دائمة 3D تحتوي النواحي التشريحية، النواحي المرضية، وفيني أعمل من خلالها استشارات مع زملائي الأطباء بكل أنحاء المعمورة. يعني ليس بالضرورة أنا مريضي أنقله من عيادي لعيادي لحتى شخص الحالي. نحكي عن داتا موحدة ومشتركة عند أنا الصورة اللي عندي 3D فيني أبعتها لأي حدا بكل دول العالم، وين من كان الطبيب اللي أنا في علاقة علمية معه بشكل جيد، وأخذ استشارته بالحالة وشو هي وشو ممكن نحط خطة علاج مهمة وواضحة وأفضل للمريض. وبالتالي هي بتوفر وقت، بتوفر جهد، بتسرع بالعلاج، لأنه نحن الوقت اللي بيستهلكه المريض ليسافر من نقطة لنقطة أو لينتقل من ويحجز عن طبيب وقت، هذا كلياته بصير بجلسة واحدة، ومباشرة بصير في نقل بالصورة وتبادل الخبرات بين الأطباء حول الحالات. وأنا عم بحكي عن حالات طبعا معقدة، عن حالات تستدعي الاستشفاء السريع، تستدعي أنه تداخل أكثر من اختصاص، لأنه في حالات بطب الأسنان حقيقة ما بيكون في اختصاص واحد، وإنما في تشابك، في تيمورك، في فريق بده يشتغل مع بعض. فهذا الفريق بصير بنفس اللحظة بيقدر يتبادل ووفر وقت ويعطي سرعة وقرار يعني أفضل من ناحية خطة العلاج اللي بدها ترتسم. هي من ناحية التشخيصية عند الطبيب، وهي ترفع من سويات حتى الأطباء يلي بلشين حياتهم المهنية ببدايتها، ممكن يكون
في عندهم يعني شبكة مع أساتذة الجامعات ومع الأطباء المهنيين ذات الخبرة العالية والشهادات الكبيرة، وبالتالي بتحقق تقدم للمجتمع بالنواحي الطبية بشكل كتير كبير من الناحية العلمية، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا. يعني نحن منطور إمكاناتنا بطريقة كتير كبيرة ومنتساعد مع بعض ومنتوجه بالتحول الرقمي لأنه نرفع سوية المجتمع من الناحية الطبية بشكل كتير كبير خدميا وعلميا. لهي النقطة. النقطة الثانية عفوا بالنواحي الثانية في باختصاصات كتيرة، أنا خليني أقول لو جيت على التقويم مثلا اختصاص فبلاقي أنه كمان في برامج ممكن الطبيب فورا يعني يعطي الحلول ويفرجي المريض كيف الحالة اللي راح تتأتى بعدين وتصير فيها عند المريض مباشرة، يعني بشو خطة المعالجة وكيف رايح يكون النتائج اللي بتتوضح عنده هالمريض وشو الأجهزة اللي ممكن يستخدمها. النقطة الثانية بالتعويضات، وهي شيء مهم، أنا بدي أحكي بموضوعات مثلا التعويضات الفكية الوجهية. هاي التعويضات اللي هي تتعلق ببنى عظمية مهدورة وببنية نسيجية مهدورة نتيجة أورام أو حوادث، أو فهي بتعطينا الثري دي دقة عالية وبتعطينا طبعات كتير مهمة أو يعني صور ثري دي كتير مهمة وعم تعطي نتائج رائعة جدا، يمكن بتخدمنا حتى بالموضوع إذا بدنا نقول تعويضات فكية وجهية والجراحة الوجهية الفكية وقت بصير استئصال أورام، وهذا بنشوفه وقت يصير استئصال مثلا لجزء من الفك السفلي او كامل الفك السفلي، فبصير عم يصير ب 3D يعني تراسل المعلومات الى دول ثانيه وتطبع بطابعات فاخره، والفك السفلي بيعطونا اياه بشكل دقيق ومناسب للمريض، وهذا في انطباق لازم يكون عالي المستوى لحتى العمليه الجراحيه تنجح، وهذا بارض الواقع موجود. ونحن يعني بنثمن الخبرات اللي عنا اياها وعم يشتغلوا بهيك مستوى من الخدمه المجتمعيه العاليه المستوى العلميه. فاذا الموضوع التحول الرقمي هو صار حاجه ملحه بالنسبه لنا، ما هو يعني بعيد المنال لكن هو موجود بشكل خطوات لازم نحن نرفع من شأنها ونعممها لتتسع موضوع التحول الرقمي. وأنا شايفه أنه نحن آتين على مجتمع التحول الرقمي شئنا ولا أبينا، يعني طيب. هذا خطوات قادمة مستقبلية إن شاء الله. دكتور خلينا نحكي كونه عم نتأكد على اليوم الإيجابيات لموضوع التحول الرقمي بعالم طب الأسنان، نحكي عن معوقات أو سلبيات موجودة اليوم على أرض الواقع. هلا بدي اقول انا من الايجابيات المهمه انه وقت انا بلتغى عندي المواد وبالتالي انا بكون عم اوفر على الطبيب الهدر المالي والفواتير الكبيره اللي دفعها بشبه يومي. هي نقطه كثير هامه. النقطه الثانيه اللي بدي اقول بوفر على المجتمع شيء اسمه النفايات الطبيه، وهي نقطه غايب الاهميه. يعني نحن دائما كل عياده وكل مشفى وكل في عنده شيء اسمه النفايات الطبية. بطب الأسنان النفايات الطبية عالية المستوى ومعالجتها كتير صعبة، يعني المواد اللي عم تطلع من العيادة هي مواد يجب أن تعالج بشكل كتير منيح وبمحارق وبطرق يعني التخلص منها بحيث ما تخلف أثر على البيئة وعلى الناس. فهذا الموضوع بيلتغى نهائيا. يعني أنا أخذت ميزة كتير هامة بعامل أنه ما في نفايات طبية، وفرت العمل الاقتصادي المهدور بشكل مستمر، ووفرت بنفس الوقت الوقت اللي هو جزء هام من حياتنا الاجتماعية، جزء هام من حياتنا العلمية، جزء هام من تقدمنا. المجتمعات والأشخاص يقاسوا بمدى حرصهم على موضوع الزمن والوقت وتوفيره وتنظيمه، وهذا الشيء حقيقة بوفر جهد وتنظيم وأداء سريع لأكثر عدد من الناس بالعيادة. فالطبيب بيخدم وبريح الطبيب، يعني بيخلي الطبيب بحالة جسدية يلي نحن بنشوف الطبيب آخر اليوم هو منهك بآلام الظهر والعيون، وهو بيرجع آخر النهار لا مرتاح، في عنده يعني عدد كبير من المرضى عم بيعالجهم لكن بجهود عضلية جسدية أقل بكتير من الجهد اللي هو بيبذله مع
المرضى. فإذا الموضوع بالنسبة لنا هي نقطة كتير هامة. أنا لو بدي أقول في سلبية بالموضوع هي موضوع أنه نحن لا نملك البرامج، وبالتالي نحن مرهونين للشركات المصنعة للبرامج والأجهزة، وبالتالي هي من السلبيات اللي بتصير. النقطة الثانية هو توفر عامل التواصل الدائم، يعني نحن بدنا خدمات نت عاليه المستوى وسريعه تحقق هي الموضوع بشكل جيد. فاذا الموضوع اذا بدنا نطلع على الجانب السلبي، وهذا ممكن تجاوزه بشكل كثير كبير وممكن نحققه، ما في مشكله. ما فينا نسميه سلبي دكتور، نقول معوقات حاليه بنتمنى هي آنية وممكن نعالجها، يعني صحيح ممكن. وبعض الاطباء ممكن يعملوا اشتراكات بشكل اعلى مع مخابرهم ويحققوا النتائج يلي ممكن تكون، لكن نحن ما هون النقطة، النقطة أنه نحن نبغي أن يكون المجتمع اللي هو نحن قادمين له، يعني ممكن بعد 5 سنوات بعد سنة بعد 10 سنوات، لكن نحن قادمين على موضوع طب الأسنان الرقمي أو تحول رقمي في طب الأسنان. هذا الأمر ما هو موضوع يعني ما رايحين نحن ما لنا شايفين أنه جايين، لا نحن رايحين، لكن يجب أن نسبق الآخرين ونكون نحن موجودين ونلحق المستقبل. أكيد. نكون موجودين بشكل فعال وجيد نفيد مجتمعنا. طيب خلينا نحكي أكثر عن دقة هذا الموضوع، نسبة التوافق يلي بتكون ممكن موجودة بين الصورة الرقمية والرسمة أو الطبعة لما ياخذوا صورة للأسنان مثلا، وحتى كمان يعني النتيجة الأخيرة، شو فينا نوضح أكثر عن هذا الموضوع؟ هل هي بتختلف عن الطريقة التقليدية؟ لا أنا بشوف الدقة بالرقمي أعلى بكتير، وهذا الشيء نحن شو السبب اليوم دكتور؟ لأنه التقنيات اللي عم تستخدم دقتها بالديجيتال هي أعلى بكتير من الشيء الخاص. وأنا قلت أنه الشخصي دائما في شيء عند الطبيب اللي هو النظر، الرؤية، الزاوية اللي بياخد فيها، مهارته يلي بيشتغل فيها، المواد ودقتها يلي عم يشتغل فيها، كلها بتأثر على العمل. لكن هون هاي كلها بتنتفى وبتصير عبارة عن مخططات دقيقة بعالم الكمبيوتر بعالم الديجيتال، تعطيني دقة كتير كبيرة. ونحن بنعرف انه يعني حتى عالميا صارت في جراحات تصير من بالتراسل عن بعد، وهذا الشيء يلي موجود يعني عالميا، ما عاد انه في نقدر نحكي انه موجود ولا ما موجود في دقه ولا لا، لا الدقه موجوده. نحن عم نحكي عن موضوع انه الدقه بسيطه بالنسبه لنا الارتياب، هذا الموضوع مهم بموضوع الفكره اللي عم نحكيها. وبالتالي يجب ان نكون مطمئنين انه التحول الرقمي هو تحول نحو الايجابيه بشكل كثير كبير، نحو الجوده بالاداء ونحو الجوده بتوفير الوقت باستثمار الوقت سواء بالعيادة أو خارجها. أنا بعرف إذا بتسمحوا لي بالوقت الأخير هذا اللي أسأله، إذا في نقاط بتحب تدور عليها توصيات ممكن تقدمها يعني دقيقتين المتبقيات يخلي لي إياكم. يعني الموضوع في نقطة كتير جانب هام أنا بشوفه، أنه حتى نكون موجودين بالمستقبل بشكل واسع وسريع وبجودة عالية، يجب أن ندخل، وهي يعني إذا تسمحوا لي من خلال شاشتكم الكريمة نوجه لوزارة التعليم العالي إعادة صياغة برامج ومناهج كليات طب الأسنان سواء بالحكومية أو الخاصة لإدخال التحول الرقمي من خلال الدراسة للطلاب، لحتى نهيئهم كطلاب طب أسنان، يعني نرفع سوية كلياتنا وبنفس الوقت ندخلهم بالمنهاج. وهذا بيتطلب منا مو انه نحن ندخل محاضره ونحن بالمحاضرات بنحكي على التحول الرقمي، لكن حقيقه لازم تكون انه هي منهاج اعداد طالب طب الاسنان لحتى يكون في عندنا خريج طبيب اسنان يجيد العمل بطب الاسنان الرقمي، وهذا الشيء كثير مهم بالنسبه لنا ك يعني مستقبلا انه ندخل نحن ونطالع خريج عنا منتج يستطيع أن يكون عالمي بالمستقبل القريب، يقدر يخوض كل غمار طب الأسنان وين من راح، وما يكون هو يعني متفاجئ بتقنيات موجودة بمجتمعات تانية أو بجامعات تانية، وبالتالي نحن نحقق حقيقة مجتمع طب الأسنان الرقمي. هذا كتير مهم لنا ولا يمكن أنه تكون
بخطوات متواضعة بين عيادة وعيادة وطبيب، وهذا الشيء راح يخلينا متأخرين حقيقة، وبدنا وقت كتير كبير. لكن هذا وقت بصير منهاج بكليات طب الأسنان، وبصير في دعم من نقابة أطباء الأسنان بتوفر أو تتساعد بطريقة أو بأخرى من الناحية القانونية لتوفر لأطباء الأسنان هالأدوات هاي بشكل فعال. بتوقع أنه نحن نكون جينا على يعني عالم طب الأسنان الرقمي بسرعة وبعلمية، وقدمنا منتج يعني من أطباء الأسنان كتير مهم يجيد العمل بالتحول الرقمي. أكيد دكتور، يعني اليوم مثل ما ذكرت حضرتك أنه أغلب الخريجين عم يتبعوا الطريقة التقليدية ولابد أنه يتعلموا على الطريقة الجديدة. بدنا نشكرك كتير الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي تجميل الأسنان والتعويضات الفكية، لكل المعلومات اللي عطيتنا اياها اليوم حضرتك. شكرا لكم. شكرا كتير لك دكتور. شكرا.